السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية. معكم أخوكم محمد عدنان زعلان من سوريا. اليوم درسنا عن كيفية زيادة المستوى والدنانير والتشغيل قائم بالآلاف. شباب، طريقة سهلة، يعني مو سهلة كتير يعني، بس يعني جيدة، طريقة جيدة. طب رح نفتح برنامج تشارلز. نفتح البرنامج، فضيل السلة، حد الصفحة، بسم الله. فايل بريك كذا، اكسكيوت، اتبعوا ماي تاريخ خطوات، انه اي غلط يعني ما يزيد شيء عندكم. edit response AMF، نجي على الداتا، نجي على الغاز، نعمل number، نحط 9999 يعني 4 ساعات، نشيل البريك، نعطي execute، فضي السلة، file break، حرك اي شيء بالمزرعة. edit request AMF QU، او ما بده QU، نجد كلمة UID، نسخ الكود، نجي على الكود، نعمل Ctrl C، شيل بريك، نعطي Cancel يعني لا تفعل اي شيء، نجي على نعمل Execute، نروح على مزرعة اكثر جار يعني زرع مزروعات برضو من اي نوع، او اذا يعني ما عندك تروح على مزرعة جار مستوى واحد يعني دخل على مزرعة وطلع. بس انا عندي هذا، انا اغلب الناس يعني عندهم ما عندهم ناس يعني يزرعون كتير، يعني نعمل على البرنامج. اسف شباب، افتح البرنامج، طول، اسف يعني طولت معكم شوي، لكن لأجلكم مش لأجلي. مشكلة مش مشكلة هي، بس لكن النت عندي سريع جدا يعني 4 ميجا، لذلك لازم تفتح مزرعة. It's cute. edit response AMF، get data، وجود كلمة gas number، نعمل 4 ساعات 9999، شيل break، نعطي execute. طبعا انا اخذت كود ال UID، file break، راح انزل على ايجار، نعمل execute، استنى يفتح. ما اخواني المزرعة، بعض الناس اخترقوا، بعض الاشخاص اخترقوا السيرفرات، ذلك تم يعني يصير خربطة يعني كذا. برنامج فاير بريك، اديت ريسبونس اي ام اف، يو اي دي، يعني نسق ال UID لنا، شيل بريك، نعطي اكسكيوت، يعني نصير نتحكم بزراعته. نرى، ندخل على آلة الحصاد، عندنا 9999، فضي السلام، فعل البريك، حصاد، استنى، تعال بريك. edit request AMF QU data is on، مثلا نحط اي 3 ارقام، اوكي انتر، chill break، نعطي execute، قام قلت farm clear other، نحفظ باي يعني باي اسم، نفتح
وين هيك بيت ادفانسد 10,000 على مثلا 10 كيف فيديو طبعا وصل 1300 انا رح اعيده يعني اسيبه ل 2800 عندي برسيم 359 يعني عندي يعني انجاز واحد يعني والقمح عندي يعني 27 وحدة في عنا تشغيل قائس 3600 ومستوي 14 3600 ومستوي 14 بكفي هيك نحدد الصفحة قلت لكم اخواني كان مستواي 14 صار 16 وكان عندي تشغيل قائد 6600 صار 9700 وانجازات عندي اخذت 2 والقمح اخذ 4 وهلا نرجع رح يعني اخذ الانجاز يعني رح اخذ الانجازين يعني انجازين وبنفس الوقت ازيد تلقائي والخبره ولكن هنا في هناك مشكلة عندما أزيد يعني لا يظهر عندي يعني البرسيم أزيده لا يعني لا يظهر عندي ما يظهر عندي في الحظيرة افتح الملف 33 بيت أدفانسد 10,000 على 100 بيكون أسرع أوكي استنى برجع لكم اخواني استنيت يعني 2700 نسكر البرنامج نحدد الصفحة استنى استنى يفتح طبعا انا اول ما بديت الفيديو كان مستواي 14 وكان معي 6,000 تشغيل تلقائي صار معي 12,000 و17 مستوى يعني زدت 3 مستوى وزودني 6,000 تشغيل تلقائي والانجازات انجازات يعني فيكم تعملوا اكثر كثير انجاز يمكن قمح يعني انجز فيكم مثلا مرة ثانية ضربة واحدة لكن إذا عندكم أحد من الجيران زرع من كل شيء 4-4 رح يعني تكون تزويد قائي بالخبرة يعني خيال هكذا 33 نعمل ربيت أدفانسد 10,000 على 100 نعطيكم أخواني إذا نسكر تشارلز آخر مرة أنتوا يعني فيكم عندكم الوقت الكافي لكن أنا الفيديو يعني راح أعمل أنا كررت 3 مرات يعني العب في المزرعة السعيدة ثم يفتح سبتاش ما زالت سبتاش ما تكرر لأنه عندي إنجاز البرسيم يعني لسه ما خلص أنا بدي يعني بس يصير هاد 9,000 بس يصيروا 16,000 بيزيد يعني عندي كمان التشغيل القائي والخبرة تحياتي.